النهاردة البنجر ومكون كمان، عملت المشروب ده خدته قبل الوجبة، زبط لي الضغط والسكر في ساعة. أيوة زي ما انتوا سمعتوا كده، ساعة واحدة بعد ما تاخد المشروب ده وشوفي سكرك هينزل قد ايه، هتلاقي ان السكر وضغط نزل ايه عند الطبيعي، مستويات الطبيعية خالص. تعالوا بينا نشوف ازاي وازاي نستخدم. النهاردة انا هعمل معاكم وصفة خاصة على اليوتيوب، ان شاء الله نقدم لكم كل جديد. اول حاجة معانا ايه وايه اهميتهم؟ معانا البنجر، تاني حاجة معانا اللبن الرايب، ده لبن رايب. طيب ده كوب لبن رايب اهو. طيب استخدمهم ازاي وايه اهميتهم؟ اول حاجة البنجر ده معروف عنه خصائصه ان هو بيعالج، في ناس اصلا ماشيين عليه يا جماعه بيعالجوا بيه ضغط الدم المرتفع، بيعالجوا بيه الانيميا عشان فيه ماليه كله حديد اصلا وفيتاميناته معادي. طيب ازاي نستخدم طريقه ان احنا نعمل المشروب اللي هنشربه في اليوم ده عشان يظبط لنا الضغط والسكر؟ يلا بينا نعمله ونتكلم على اهميه البنجر واهميه اللبن الرايب في الفيديو، لان الفيديو مهم جدا جدا ومفيد. اول حاجة هنجيب بنجر من ده يكون فريش كده من السوق سوبر ماركت، ونجيبه نقطعه زي ما انتوا شايفين اهو زي دي. القطع دي نقطعها، نقطع القطع الكبيرة دي قطع صغيرة عشان ده كله. القطع دي هنفرمها في الخلاط ونحط عليها كوب اللبن رايب، مفيش لبن رايب ممكن زبادي، لان اصلا مسموح لك لمريض السكري بان هو ياخد لبن رايب في اليوم. هقول لك اهميه لبن رايب اصلا في الوصفه دي، مفيش حاجه بعملها الا وليها فايده، يعني مفيش حاجه بتتحط كده الا لما نكون عارفين هي بتعمل ايه. طيب ايه اول حاجه بقى نعمل ايه؟ طيب زي ما احنا قلنا نمسك البنجر نقطعه قطع، وبعدين نجيب الخلاط ونحط فيه حتت البنجر دي. انا كنت عامله وصفه اصلا قبل كده عشان كده شوفوا الخلاط بعمل انا كتير منه، فهو مفيد جدا فبحبه. هنقطع ونجيب بقى الكوب اللبن الرايب زي ما انتوا شايفين، وابدا اقطع دي، وكل ده اتحط في الخلاط واوريكم بقى المشروب. زي ما انتوا شايفين بعد ما طحنا بصوا هيطلع معانا المشروب، ده المشروب هوت عباره عن خليط بنجر ولبن رايب، مشروب يومي هيعدل سكرك ويظبطه ويعدل ضغطك وبيقلل الضغط والسكر في خلال ساعه واحده ان شاء الله، بدون بقى اي حاجه من بره او اي استخدامات من بره. طيب هاخده امتى؟ هقول لك دلوقتي. واخده كام يوم؟ بس قبل ما تاخدي اي حاجه تعرفي هو انت تاخديه ليه، وانا هاخد اي حاجه حد يقول لي عليها؟ لا طبعا. احنا حطينا ايه؟ لبن رايب. الرايب ده مسموح ب 100 جرام في اليوم تقريبا كلبن رايب، يعني كوبايه اتنين بالظبط اللي هم هنعملهم النهارده. طيب بعد ما نستخدم اللبن الرايب اللي هو بيعمل ايه؟ بيسد الشهيه، فبالتالي انت ما بتاكليش كتير، لان كتر الاكل على فكره هو اللي بيبوظ السكر وبيبوظ مستوياته وبيعمل لخبطه جامده قوي. يبقى اللبن الرايب هيظبط لك المشكله دي. طيب تاني مشكله هتعالجها لك على رجلك ارتفاع ضغط الدم، اللبن الرايب حلو جدا جدا لذوات الدم المرتفع، مهم جدا لو محتاجه ترفعي مناعه، فهو فيه كالسيوم ومعادن كويسه جدا جدا. ده اول مكون لسه بنقول يا هادي وبنقول في البدايه ايه هو اللبن الرايب وازاي استخدمه. تاني مكون معايا ده البنجر. طب ايه اهميه البنجر بقى في الوصفه دي؟ ده السر وده السعر اصلا في الوصفه دي. البنجر هنا بقى مفيد قوي قوي قوي. ليه؟ البنجر بيظبط بيقلل السكر في الدم، واصلا 90% منه الياف وميه، فكلمه الياف وميه حلوه حلوه جدا ومفيده جدا لمريض السكري. ليه؟ هتحسسه بالشبع، هتقلل الدهون اللي متخزنه في جسمه، هتقلل كل المشاكل اللي بتيجي من علو وارتفاع السكر في الدم. تاني حاجه في قله نسبه السكريات اللي في البنجر، مفيهوش اصلا تقريبا سكريات كتير. تاني حاجه في حديد، في كالسيوم، في فسفور، في مغنيسيوم، الحاجات اللي انت محتاجاها تعملي بيها ايه؟ تعالجي بيها. لو عندك شويه انيميا بيتعالجوا مع المشروب ده، مع انك بتظبطي ضغط وسكر تلاقي انيميتك اتعدلت معاكي. في ايه تاني؟ في كالسيوم وفسفور ونحاس، فتلاقي البنكرياس عندك اتظبطت. طيب
وبدأت تنتج. حتى لو عندك خلايا خاملة في البنكرياس هتلاقيها بدأت تنتج وتفرز معاكي. طيب ايه الحاجة التانية اللي بيعالجها المكون ده؟ بيعالج مشكلة عند كل الناس تقريبا اللي عندهم سكر، تلاقي ما عندهم ضغط على طول، متلازمة ضغط وسكر كده. هل هو مفيد؟ طبعا مفيد جدا جدا، لانه بيقلل الضغط في ساعة، يعني حوالي انت لو شربت الكوب ده بعدها بساعة لو سكرك عالي هتلاقيه واطي. عشان كده يفضل ان هو اقولك بيتاخد امتى دلوقتي. طيب امشي عليهم قد ايه هقولك برضه. يبقى كده عرفت بيعالج ضغط وسكر. ناقص اخر حاجة مناعة. مناعة لان البنجر فيه مضادات اكسدة كتير اللي بتعمل على تظبيط مناعتك وبتخليكي ماشية بدون التهابات، بدون مشاكل تنميل، بدون مضاعفات للسكر اصلا. ده كله قلنا اهميته. طب استخدمه ازاي؟ طب احنا خلطناهم في الخلاط خلاص، اجيب بقى المشروب بتاعي ده واجي كده كل يوم اشرب كوبايتين، واحدة قبل الفطار والتانية قبل الغداء. ليه؟ قبل الغداء بنص ساعة والفطار بنص ساعة، وامشي عليهم قد ايه؟ 4 اسابيع، يعني لمدة شهر. طيب هو انا ليه قلت قبل الاكل بنص ساعة؟ لان حضرتك على ما تاكلي تكون المشروب ده دخل جسمك، على ما تاكلي بقى وسكرك لسه هيعلى تلاقيه مظبوط. ايه ده انا لسه واكله سكريات وسكري مظبوط؟ لان البنجر واللبن الرايب خلاص بقوا في جسمك جوه، فاي يعني اهتزاز في السكر هما بيظبطوه. هتمشي عليها ال4 اسابيع وهتلاقي ان شاء الله نتيجه وفرق كبير جدا. بس نصيحه، ما تبطليش ادويتك، خديها في ميعادها مفيش اي مشكله. والافضل حتى تتابعي مع دكتورك تقولي له انا بقيت اخد بنجر وسمعت ان البنجر مهم جدا لمرض السكر، هو هينصحك بيه اصلا. تتابعي بقى بالاتش بي اي 1 سي السكر التراكمي، هتلاقي لا في اختلاف رهيب جدا عن انك كنت بتاخديه او حاليا بقى ايه هتمشي عليه على طول. طيب في ناس بعتوا قالوا هل نضيف سكر او عسل ابيض؟ ممنوع، ما في السكريات ولا عسل ابيض ولا اي حاجه تتضاف على المشروب ده. اول مشروب ده كده لوحده كفايه قوي، كفايه قوي. ليه؟ لان هو خصائصه انا عايزك تستفيدي بيه. طيب امشي عليه زي ما احنا قلنا. طب لو ما نفعتش معاكي ممكن تجربي اي وصفه تانية موجوده على قناتنا على اليوتيوب، وان شاء الله هتجيب كله ما هيجيبه معاكي نتيجه كويسه قوي قوي. لو استفدتوا بقى ما تنسوش تدعمونا كتير. كفايه قوي، كفايه قوي. ليه؟ لان هو خصائصه انا عايزك تستفيدي بيه. طيب امشي عليه زي ما احنا قلنا. طب لو ما نفعتش معاكي ممكن تجربي اي وصفه تانية موجوده على قناتنا على اليوتيوب، وان شاء الله هتجيب كله ما هيجيبه معاكي نتيجه كويسه قوي قوي. لو استفدتوا بقى ما تنسوش تدعمونا كتير. كفايه قوي، كفايه قوي. ليه؟ لان هو خصائصه انا عايزك تستفيدي بيه. طيب امشي عليه زي ما احنا قلنا. طب لو ما نفعتش معاكي ممكن تجربي اي وصفه تانية موجوده على قناتنا على اليوتيوب، وان شاء الله هتجيب كله ما هيجيبه معاكي نتيجه كويسه قوي قوي. لو استفدتوا بقى ما تنسوش تدعمونا كتير.